أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري. الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، كتاب الجهاد، إلى أن قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، حسنه وصححه كثير من الأئمة. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال، إلى آخره. كان هذه تفيد الاستمرار والدوام، فدل على مشروعية هذا الدعاء المبارك عند كل غزو يغزوه المسلمون للكفار. وهذا الدعاء فيه تجرد للمسلم من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وهذا المطلوب في كل الأحوال، وفي القتال مع المشركين على وجه الخصوص، حتى لا يغتر المسلمون بكثرة عددهم ولا بقوة عتادهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. فالنصر من عند الله، فلا بد من التجرد من الحول والقوة للنفس الضعيفة البشرية إلى حول الله وقوته، فإنه نعم المولى ونعم النصير. قال: اللهم أنت عضدي، أي الذي يعتمد عليه وأثق بعونه. أنت عضدي ونصيري، أي ناصري على المشركين. بك أحول وبك أصول. بك أحول، أي أدفع كيد الكفار، وبك أصول، أي في المعركة، في ميدان المعركة، أي أتحرك كرا وفرا على العدو. وبك أقاتل. فهذا الحديث كما قلنا يدل على استحباب هذا الدعاء عند الغزو، خاصة لأنه كما تقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد مما كان من القرب، فإنه لا يدل إلا على الاستحباب لا غير.
قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صحيح كما قال المؤلف رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوماً قال، يعني إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين من العدو ومن كل ذي شر، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين من عدوهم، إما لكثرة عدد المشركين أو لقوة عتادهم أو لتوقع الغدر منهم أو لغير ذلك من الأسباب التي تجعله يخشى صلى الله عليه وسلم على المسلمين من كيد الكافرين والمنافقين ومن كل ذي شر. فقوله خاف أي خاف على المسلمين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء يستحب أيضاً سواء كان عند القتال أو في غير ذلك من الأحوال، يعني يستحب للمسلم في كل حال يتوقع فيه خوفاً من قوم أن يدعو بهذا الدعاء، وهو قوله: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يعني اكفنا يا ربنا إياهم، إن أرادونا بسوء ونلجأ إليك من كيدهم ومكرهم وشرهم. هذا معنى هذا الدعاء العظيم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. متفق عليه. أحسنت. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها، أي ملوي ومربوط في نواصيها، والنواصي جمع ناصية، والناصية هي مقدم الرأس، وتطلق الناصية أيضاً على الشعر إذا طال واسترسل حتى سار، يعني شعر مقدم الرأس إذا طال واسترسل حتى سار على الجبهة، كل ذلك يسمى ناصية في لغة العرب. والمقصود أن في الخيل خيراً مستمراً إلى يوم القيامة، وذلك لارتباطها عادة بالجهاد، فإن الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد عصره من قرون طويلة كان يجاهد الناس على الخيل. ولهذا فهم العلماء من هذا الحديث استمرار حكم الجهاد إلى يوم القيامة، وقد جاء هذا صريحاً في عدة أحاديث أخرى تدل على أن هذا الحكم ماض إلى يوم القيامة وليس منسوخاً. قال: وعن عروة البارقي رضي الله عنه، هذا عروة البارقي صحابي جليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكثر ماله حتى صار يظن أنه لو اشترى التراب لربح فيه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه، فكثر ماله رضي الله عنه، وكان يشتري منه خيلاً يحتبسها
في سبيل الله عملا بهذا الحديث الذي رواه هو، واستعمله يعني عروة استعمله عمر رضي الله عنه أيام خلافته، استعمله على قضاء الكوفة، ولا تعرف سنة وفاته رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الحديث أخرجه أيضا البخاري ومسلم. الخيل معقود في نواصيها الخير، والخير هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأجر وبالغنيمة. الأجر الثواب عند الله سبحانه وتعالى إذا استعمل الخيل في سبيل الله، والمغنم حين يقاتل عليه المسلم أعداء الله من الكفار، فيغنم المسلمون من المشركين ما لهم وما يجدونه من متاعهم بعد المعركة، وهي الغنيمة. فالخيل معقود في نواصيها الخير، الخير الدنيوي والخير الأخروي. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. أحسنت. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله. احتبس فرسا يعني حبسه لأجل الجهاد في سبيل الله، سواء كان له هو أو لغيره ممن يجاهد. إيمانا بالله، من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله، يعني خالصا لوجه الله وامتثالا لأمر الله. إيمانا بالله وتصديقا بوعده، أي مصدقا بالأجر الذي رتب على هذا الحبس الذي سوف يذكر في هذا الحديث، فيكون عنده يقين بصدق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن احتبس فرسا في سبيل الله. قال: فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. فإن شبعه، أي شبع الفرس، أي الطعام الذي يشبع به الفرس أو بمقدار ما يشبع الفرس، وريه أي الماء الذي ارتوى منه الفرس شربه حتى ارتوى، أو بمقدار الماء الذي يشربه الفرس حتى يروى، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. في ميزانه يوم القيامة، يجعل الله سبحانه وتعالى كل هذه المذكورات حسنات لصاحب الفرس. وكم يأكل الفرس من طعام ويشرب، وكم يخرج منه من بول وروث، شيء كثير. فإذا بقي عنده سنوات طويلة كم يكون له من الأجر يوم القيامة، شيء كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
قال: وعن أبي مسعود رضي الله عنه. وأبو مسعود هذا هو أبو مسعود البدري الذي يقال له البدري رضي الله عنه، وهو عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة وشهد أحدا ولم يشهد بدرا على الصحيح، وإنما قيل له البدري لأنه سكن بدرا، سكنها فنسب إليها كما ينسب الإنسان إلى البلدة التي يسكنها، فيقال الدمشقي الكوفي البصري إلى آخره، فلهذا قيل البدري ولم يشهد بدرا رضي الله عنه، وتوفي سنة 42 للهجرة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. بناقة مخطومة، الخطام هو الحبل الذي يجعل في رأس الناقة تقاد به، وهو مثل الزمام، إلا أن الفرق أن الخطام في الرأس والزمام في الأنف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الحديث أخرجه مسلم. يعني هذا الرجل أتى بناقة مخطومة، إنما ذكر الراوي الخطام وأن الناقة مخطومة، لأن الناقة إذا صارت مخطومة صارت أفضل وأحسن، لأنها تكون أطوع لراكبها، بمعنى يقودها كيف شاء. فقال: هذه في سبيل الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فصار المجموع 700. وهذا كله من عظيم فضل الله على المتصدقين وعلى هذا الرجل على وجه الخصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس، عقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل. فذكر له المؤلف رحمه الله 7 أقوال اختلف أهل التاريخ في كنيته رضي الله عنه، على 7 أقوال أوردها المؤلف من باب الفائدة، وهذه عادته في كتابه رحمه الله. وعقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل ولي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه، وتوفي في نحو 58 للهجرة، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة وأراد أن يفسرها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أي أن أعظم القوة وأنفعها وأشدها نكاية بالعدو هو الرمي. والمراد بالرمي رمي السهام والرماح، وكرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لأهميته، ولأهميته جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة على الجبل الذي عرف باسمهم في غزوة أحد، فيقال جبل الرماة لأهمية الرمي، وكان له أثر عظيم في المعركة، فعلى قوة بأس مشركي قريش، إلا أنهم في أول الأمر انهزموا سريعا بسبب الرمي،
الذي نالهم من هؤلاء الرماة إلى أن وقع ما وقع لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين، ونلجو إن شاء الله تعالى إلى كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعلي رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف: فصل في إثبات القياس على منكريه، في صفحة 559 من المجلد الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في إثبات القياس على منكريه. قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا. قال الإمام أحمد: لا يستغني أحد عن القياس. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. وذهب أهل الظاهر والنظام إلى عدم جواز التعبد به لا عقلا ولا شرعا. وقد أومأ إليه الإمام أحمد فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس. وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا. وقال الطائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز. فأما التعبد به شرعا فواجب، وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. أحسنت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حجية القياس الذي هو أحد الأدلة الشرعية الأربعة المتفق عليها، وأعظم دليل من أدلة الاجتهاد، أعظم دليل اجتهادي هو القياس. فقال رحمه الله: قال بعض أصحابنا، هذا شروع في المذهب الأول. القياس كما ذكرت آنفا هو من الأدلة المتفق عليها الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس. وكثير من الأصوليين، أعني من صنف في أصول الفقه، يذكرون القياس من الأدلة المتفق عليها، فإذا جاءوا عند مباحثه ذكروا الخلاف في حجيته، فقد يظن الظان أنهم تناقضوا، فكيف يقولون متفق عليه ثم يقولون اختلف العلماء فيه على قولين أو ثلاثة أقوال ويعددونها، يظنون أن هذا من باب التناقض، وليس الأمر كذلك، لأن ليس كل خلاف هو معتبر، ليس كل خلاف معتبرا، فمن الخلاف ما لا يعتبر، والخلاف في حجية القياس غير معتبر، إما لأنه صدر من غير أهله، أو لأن صاحبه أخطأ في الخلاف هنا، وإلا فهو من أهل الخلاف والإجماع. فالنظام مثلا وبعض المعتزلة خالفوا في حجيته، وهؤلاء لا يعتد بهم لأنهم ليسوا فقهاء. والظاهرية خالفوا في حجية القياس وهم على الصحيح ممن يعتد بهم في الإجماع والخلاف، إلا أنهم أخطأوا في هذا الخلاف، لأنه خلاف بعد إجماع، والقاعدة في أصول الفقه أن الخلاف بعد الإجماع غير معتبر، وإنما قلنا خلاف بعد إجماع لأن الظاهرية إنما ظهروا في القرن الثالث الهجري، والقياس عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاس في أكثر من حديث، وقاس الصحابة رضوان الله عليهم في وقائع كثيرة جداً، وقاس التابعون وقاس أتباع التابعين، وهكذا إلى أن وجد خلاف الظاهرية في المئة الثالثة. فدل النص والإجماع على حجية القياس، أي تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس دليل حجيته، وقياس الصحابة رضي الله عنهم مع إقرار الباقين، أي قياس بعضهم وهم المجتهدون،
وسكوت الآخرين عليهم فلم يقولوا كيف تقيسون والقياس ليس من دين الله، ما قال هذا أحد، بل أقروه. ثم تكرر الإقرار في عصر ثان وهو عصر التابعين، ثم في عصر من بعده. وهذا من أقوى أنواع الإجماع، حتى لو فرض أنه إجماع سكوتي فإنه يفيد القطع لأنه تكرر. فإن قيل إذا كان القياس من الأدلة المتفق عليها والإجماع حجة، فلما إذن يحكي بعض المصنفين في أصول الفقه فيه خلافا؟ يعني ما الحكمة؟ إذا كان متفق عليه فليعرض عن ذكر الخلاف فيه. فنقول إنما أوردوا الخلاف مع اعترافهم وإقرارهم ضمنا أنه ليس خلافا معتبرا، من باب دفع الشبهة عن أدلة الشرع، لأن هؤلاء الذين خالفوا لم يسكتوا، بل ذكروا شبها سموها أدلة وزعموا أنها تدل على عدم حجية القياس. فلو سكت عنهم ولم تورد شبههم ويرد عليها، فلربما وقعت هذه الشبهة في قلب ضعيف العلم فيقنع بما ذكروه فيقع في الخطأ وهو رد القياس. فإيراد الخلاف إذن من باب دفع الشبهة عن أدلة الشرع وعن قواعد أصول الفقه، لأنها قواعد الإسلام. قال بعض أصحابنا، هذا شروع في المذهب الأول، قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا، هذا هو المذهب الأول. وقد قال بعد ذلك وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، أي أكثرهم، هذا المذهب الأول، وهو كما ذكر المؤلف قول بعض أصحابنا، يقصد قول بعض الحنابلة، منهم القاضي أبو يعلى، ومنهم أبو الخطاب، ومنهم أبو الوفاء بن عقيل وغيرهم رحمهم الله. قالوا يجوز التعبد، التعبد هنا بمعنى الاحتجاج، يجوز الاحتجاج والاستدلال بالقياس عقلا وشرعا، أي أن القياس حجة في الأمور الشرعية وفي الأمور غير الشرعية مما يدخله العقل كالمسائل الكلامية. قال وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين. كلمة عامة في لغة العرب تطلق أحيانا ويراد بها جميع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، أي جميعا. وأحيانا تأتي كلمة عامة بمعنى أكثر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام ووقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، أي أكثر، أكثر من دخل الجنة الفقراء، وأكثر من يدخل النار النساء. لكنها هنا في كلام المؤلف بمعنى أكثر بدلالة السياق، لأنه ذكر بعد ذلك ناسا من الفقهاء والمتكلمين خالفوا في المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس. هذا ذكره المؤلف رحمه الله سندا للقائلين من الحنابلة بأن القياس حجة في العقل وفي الشرع. ووجه الاستدلال بكلام الإمام أحمد رحمه الله هو في كلمة أحد، لأن كلمة أحد هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في النفي تفيد العموم، فدل على أنه لا يستغني عن القياس أحد سواء كان من المتشرعين أو من المتكلمين. ثم قال وذهب أهل الظاهر والنظام إلى عدم جواز التعبد به لا عقلا ولا شرعا. هذا المذهب الثاني في المسألة، وهو عكس الذي قبله، أي أنه لا يحتج بالقياس لا في الشرع ولا في العقل. وهذا مذهب أهل الظاهر كما ذكر المؤلف
رحمه الله، وهو أيضا مذهب النظام وجماعة أخرى من المعتزلة. قال: وقد أومأ إليه أحمد، وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس. انتهى كلام أحمد رحمه الله. يجتنب المتكلم في الفقه، أي الفقيه، هذين الأصلين، ثم فسره بقوله المجمل والقياس. وقال أيضا رحمه الله في رواية أخرى: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه. فساق المؤلف رحمه الله هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، تدل على أن له رواية في عدم حجية القياس، أي أنه لا يحتج بالقياس عقلا ولا شرعا، إلا أنها رواية مومأ إليها. ولهذا عبر في المذهب الأول بقوله: وقال، قال الإمام أحمد، وهنا قال أومأ. والرواية المومأ إليها أضعف من الرواية الصريحة، وإنما كانت مومأ إليها لأنها ليست صريحة، بخلاف الأولى. الأولى صريحة في الاحتجاج بالقياس، يقول: لا يستغني عن القياس أحد، هذا صريح. أما هنا قال: يجتنب الفقيه المجمل والقياس. فلهذا قال بعده المؤلف رحمه الله: وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصا. إنما تأوله القاضي أبو يعلى لأنه قد صح عن أحمد رحمه الله القول بحجية القياس والعمل به في مواضع لا تكاد تحصى. وحينئذ إذا كان قد عمل به في مواضع كثيرة دل على أنه يحتج به، فلا بد إذن من أن يتأول كلامه الذي ظاهره ترك العمل بالقياس، وهو قوله هنا: يجتنب الفقيه المجمل والقياس. فتأوله القاضي أبو يعلى على قياس يخالف به نصا، يعني كأنه يقول: يجتنب الفقيه القياس إذا خالف النص. وتأوله غيره بقياس يستعجل فيه الفقيه، أي يبادر الفقيه عند عروض النازلة له، يبادر إلى القياس قبل أن يبحث عن السنن والآثار، فإن هذا خطأ، ولهذا قال يجتنبه. كأنه يقول: لا تبادر إلى الرأي والقياس قبل أن تنظر في الأحاديث والسنن، فإنه لا قياس مع النص، فإن الأصل أن الأحكام إنما تثبت بالوحي، الكتاب والسنة، وما عداهما من الأدلة فهما لهما تبع، فلا يؤخذ بالفرع ويترك الأصل. وتأوله بعضهم على القياس الفاسد الذي يصدر من غير المجتهد، أو لا تتم فيه أركان القياس. وتأوله بعضهم على قياس ظهر له معارض يمنع العمل به، وكل هذه التأويلات صحيحة وممكنة أن تكون مراد الإمام أحمد رحمه الله. وحينئذ فلا يصح القول أن أحمد رحمه الله لا يحتج بالقياس بناء على الرواية التي ذكرناها. ثم شرع في المذهب الثالث بقوله: وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، لكنه في مظنة الجواز، فأما التعبد به شرعا فواجب. هذا المذهب الثالث، وفيه تفصيل بعد إطلاق المذهبين السابقين، وهو أن العقل
لا يحكم في القياس بإحالة، أي بكونه مستحيلاً ممنوعاً، ولا بإيجاب بحيث يجب على المجتهد أن يعمل به، لكنه في مظنة الجواز. يعني أقرب الأحكام العقلية الثلاثة لأن يعمل فيها القياس هو القول بالجواز، يعني أقرب الأحكام الثلاثة هو أن نقول يجوز الاستدلال بالقياس في العقل، في الأمور العقلية. فذكر المؤلف رحمه الله هنا الأحكام الثلاثة العقلية عند المتكلمين، وهي الإحالة والإيجاب والجواز. وذكر أن القياس لا يحكم فيه بإحالة ولا إيجاب، لكن الأقرب أنه جائز، بأن نقول القياس جائز عقلا ولا نتعدى الجواز. فأما التعبد به شرعا فواجب. إذن خلاصة المذهب الثالث أن القياس جائز عقلا وواجب شرعا، فيكون هذا المذهب قد فصل بعد إطلاق المذهبين السابقين. قال: وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين. نعم، هو هذا المذهب الثالث قال به بعض الشافعية رحمهم الله، وأيضا قال به بعض المعتزلة. ويلاحظ أن الأدلة كما ذكرنا في أول الكلام، الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا جاء الأصوليون عند الثلاثة الأول قالوا يجب، وإذا جاءوا عند الرابع قالوا اختلفوا يجب أو يجوز. يعني إذا جاء عند الكتاب والسنة والإجماع يقولون يجب على المجتهد أن يعمل بها، ولما جاءوا عند القياس ما اتفقوا على الوجوب، وإنما بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يجب. والظاهر والله أعلم أن خلافهم هذا يرجع إلى خلاف في مسألة أصولية أخرى، وهي أن القياس هل هو دليل شرعي أو عمل المجتهد. فمن قال هو دليل كسائر الأدلة عبر بالوجوب هنا، ومن قال هو فعل للمجتهد لا يوجد إلا بوجوده فإنه عبر بالجواز، لأنه إذا رجع إلى فعل المجتهد فالأصل في الأفعال المكلفين الجواز، فلا يجب شيء إلا بإيجاب الله تعالى. قال رحمه الله: وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. لا يقال يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس بقياس، لأنه وإن أمكن فليس بواقع، فيقتضي العقل ألا يخلو عن حكم. وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: وجه قول أصحابنا، هذا شروع في الاستدلال مذهب الجماهير، جماهير العلماء القائلين بأن القياس حجة عقلا وشرعا. فقال أن تعميم الحكم واجب، يعني أن القول بأن الأحكام الأصل فيها التعميم، أي التعميم في الواقعة التي ورد فيها الحديث أو الآية التي ورد فيها النص ولغيرها من الوقائع المشابهة لها، والتعميم للشيء المحكوم فيه كالأصناف الستة في الربا ولغيرها مما لم يذكر في النص، والتعميم لذلك الرجل المحكوم عليه الوارد في الحديث إن ورد ولغيره من الناس إلى يوم القيامة. هذا معنى التعميم، الأصل في الشريعة التعميم، ولهذا تستمر الشريعة إلى يوم القيامة.
قال: ولو لم يستعمل القياس لأفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها. هذا الدليل وهو دليل عقلي على حجية القياس. يقول: تعميم الأحكام واجب، فلو لم يستعمل المجتهد القياس لأدى إلى خلو كثير من الوقائع والنوازل عن أحكام شرعية. لماذا تخلو؟ لأن النصوص محدودة لا يمكن الزيادة فيها، فقد انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الوقائع التي تحدث للناس فإنها كثيرة، تحصل وتتجدد في كل زمان وتكثر كثرة عظيمة كما لا يخفى، فلو قضينا بالنصوص فقط لأدى إلى خلو كثير من الوقائع عن حكم، وهذا باطل لوجوب القول بتعميم الأحكام واستمرار الشريعة إلى يوم القيامة. فحينئذ ما الخلاص من هذا؟ نقول: الخلاص أن يستعمل القياس في الموضع الذي لا نص فيه، وحينئذ فالقياس سوف يدله على الحكم، ولن يبقى لن تبقى نازلة إلا وفيها حكم يقضي به العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا يقال. هذا شروع في اعتراض من قبل الخصم وجوابه. قال: لا يقال يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس بقياس. إلى هنا انتهى الاعتراض من قبل المخالف القائل بأنه ليس بحجة. قالوا: يمكن للشارع أن ينص على مقدمات كلية يرجع إليها المجتهد عند الحاجة، فمهما تجددت الوقائع وكثرت رجع إلى هذه المقدمات الكلية فيقضي بها، مثل: كل مسكر حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ومثل: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو مثلا لو قال: كل مطعوم يجري فيه الربا، مثلا لو قال هذا، فينص على مقدمات كلية. ويقصد بالمقدمات هنا القواعد، إنما سماها مقدمات لأنها تتقدم الحكم، لأن الحكم نتيجة والنتيجة لا تكون إلا بعد مقدمات. قال: ويبقى الاجتهاد في الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس بقياسه، يعني يبقى عمل المجتهد بعد تنصيص الشارع على القواعد الكلية، يبقى عمله في تحقيق المناط وهو الاجتهاد في الجزئيات، في المقدمات الجزئية وهي القضايا المراد الحكم فيها. فلو قال مثلا: كل مطعوم يجري فيه الربا، فيبقى حينئذ أن ينظر المجتهد في الأشنان، مثلا الحب هذا الذي يسمى الأشنان، ينظر فيه هل هو مطعوم أو ليس من طعام الآدمي، فإن كان مطعوما دخل في قاعدة الربا فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، وإن لم يكن من طعام الآدمي لم يدخل في قاعدة الربا، وحينئذ يجوز التفاضل في بيع بعضه ببعض. فالذي حصل من المجتهد ليس القياس وإنما تحقيق المناط، أي إدخال هذه الصورة الجزئية تحت القاعدة الكلية، وإن شئت عكست فقلت أي تطبيق القاعدة الكلية على هذا الفرع الجزئي. قال: وليس بقياس، يعني وتنقيح وتحقيق المناط لا يسمى قياسا، ولهذا عمل به من أنكر حجية القياس. فما الجواب عن هذا الاعتراض؟ قال:
لأنه وإن أمكن فليس بواقع، فيقتضي العقل ألا يخلو عن حكم. هذا الجواب، لأنه الضمير يرجع إلى التنصيص على القواعد الكلية، لأن هذا التنصيص وإن أمكن أي من حيث الإمكان هو ممكن، بل قد وجد كما مثلنا في المثالين الأولين، كل مسكر حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، فهو ممكن وليس بواقع، لكنه في الحقيقة واقع كما قلنا وقوعا نادرا. وحينئذ إذا لم يكن واقعا أو وقع في مواضع نادرة جدا، فيقتضي العقل إذن ألا يخلو حكم عن ألا يخلو شيء عن حكم، فيلزم من هذا القول بحجية القياس حتى لا تبقى هذه الوقائع خالية عن الأحكام، فلا يدري الناس ما يفعلون أحلال هي أم حرام. قال: وشبهة المانعين منه عقلا. هذا دليل المذهب الثاني الذين قالوا القياس ليس حجة لا عقلا ولا شرعا. قال: وشبهة المانعين، عبر بشبهة لأن خلافهم غير معتبر كما قلنا في أول الكلام، فسمى دليلهم شبهة ولم يسمه دليلا. قال: وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد خبر الواحد. والذي مضى في شبهة من رد خبر الواحد وخلافهم أيضا غير معتبر، شبهتهم يعني خلاص الشبهة هنا إذا أوردناها في القياس أن نقول أن القياس إنما يفيد الظن، فلا يصح للمجتهد أن يعمل به لاحتمال الخطأ، فلا بد من اليقين أن يتيقن الحكم. إذن الشبهة أن القياس إنما يفيد الظن، والظن يحتمل الخطأ، فكيف يركن القياس إلى شيء يحتمل الخطأ ولا بد أن يعتمد شيئا متيقنا؟ والجواب عن هذا سهل بحمد الله، وهو أن يقال لا نسلم، أنه لا بد أن يرجع المجتهد دائما إلى اليقين، بل ولم يوجد مجتهد في تاريخ الأمة رجع في كل أقضيته إلى يقين، فإنه لا بد أن يرجع إلى اليقين أحيانا وإلى الظن أحيانا أخرى، ولا يسعه غير هذا، وليس في إمكانه إلا هذا. ولأجل هذا وقع الخلاف في المسائل الفقهية حتى بين أعلم الناس من هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان كل شيء يقينا لما اختلفوا، فدل على أن الفقيه يرجع لليقين تارة وللظن تارة. هذا على أن القياس ليس دائما يفيد الظن، بل منه ما يفيد الظن ومنه ما يفيد اليقين، كما سوف يأتي معنا إن شاء الله في أنواع القياس. قال رحمه الله: فأما الدليل على التعبد به شرعا، فإجماع الصحابة على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص، فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد، وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص، وموافقتهم أبا بكر في قتال مانعي الزكاة وكتابة المصحف، واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها، وقولهم في المشركة وقول أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي. وعن ابن مسعود النحو في قصة بروع بنت واشق، وحكم الصديق في التسوية بين الناس في العطاء ومفاضلة عمر بينهم،
وعهد عمر إلى أبي موسى اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك. وقول علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن وغير ذلك إن لم تتواتر أحاده حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله: فأما الدليل على التعبد به شرعا. الآن بدأ يستدل على حجية القياس شرعا. قال: فإجماع الصحابة، هذا الدليل الأول الذي ذكره على حجية القياس شرعا، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالقياس. قال: فإجماع الصحابة على الحكم بالرأي، بالرأي يقصد به بالاجتهاد، ومن جملة الاجتهاد القياس، بل القياس في مقدمة الاجتهاد. قال: في الوقائع الخالية عن النص، إجماع الصحابة على العمل بالقياس في الوقائع التي خلت من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد شواهد على هذا الإجماع، كان قائلا يقول: من أين لك أن الصحابة أجمعوا؟ فأورد شواهد تدل على أن هذا الإجماع صحيح واقع. قال: فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر بالاجتهاد، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أول الأمر في من يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجمعوا على تولية أبي بكر رضي الله عنه الخلافة، واستعملوا في هذا القياس. قالوا: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ يعني لما مرض صلى الله عليه وسلم مرض موته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قدم للصلاة بالناس أبا بكر رضي الله عنه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولم يرضى بغيره. فقاس الصحابة رضي الله عنهم إمامة الناس، الإمامة العامة وهي الإمامة الكبرى، على إمامة الصلاة، وهذا قياس صحيح، بل هو قياس أولوي كما دلت عليه كلمة الصحابة التي ذكرناها آنفا. وقياسهم العهد على العقد، إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص. وقياسهم أي الصحابة رضي الله عنهم العهد على العقد، أي أن يعهد الخليفة لرجل بعده يحكم الناس على العقد، وهو أن يجتمع الناس على رجل فيعقد له البيعة، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه عقد له المسلمون الخلافة فتولاها بالعقد، وعمر رضي الله عنه تولى الخلافة بالعهد، حيث عهد أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة بعده إلى عمر، وكتب ذلك عثمان كما هو معروف في القصة المشهورة رضي الله عنهم أجمعين. والقياس، وجه القياس هنا أنه كما أن من حق الأمة أن تعقد لرجل الإمامة، فإن من حق الإمام المعقود له أن يعهد لرجل آخر بالإمامة، لأنه حكم صدر من صاحبه، ممن له الحق. وإنما نسب المؤلف رحمه الله هذا القياس إلى الصحابة بقوله: وقياسهم بضمير الجمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم ارتضوا فعل الصديق رضي الله عنه، فلم يختلف أحد على خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على صحة القياس، فإن صحة الفرع تدل على صحة أصله الذي استند إليه.
قال: وموافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. هذا الشاهد الثالث الآن على إجماع الصحابة على العمل بالقياس. لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قتال مانع الزكاة زمن الصديق رضي الله عنه، قاس أبو بكر رضي الله عنه الزكاة على الصلاة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فرق يعني إذن لا يجوز التفريق، فيتقاس الزكاة على الصلاة، وكلاهما ركن من أركان الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا دليله فأقروا ولم يقولوا كيف تقيس والقياس ليس بحجة، ما قال هذا أحد، بل وافقوه على دليله ووافقوه على قتال مانعي الزكاة، فهو دليل على العمل بالقياس بالإجماع. قال: وكتابة المصحف، يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قياساً لوجوب حفظه في السطور على وجوب حفظه في الصدور، كما أنه يجب أن تحفظه الأمة في صدورها فرض كفاية، فكذلك يجب فرضاً أن يحفظ في السطور أي في الأوراق لئلا يضيع. قال: واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة، في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة، أي على أقوال متعددة، مع قطعهم أنه لا نص فيها. يقول الشاهد الرابع هنا: مسألة الجد مع الإخوة، وهي مسألة ليس فيها نص. الجد يعني الجد الصحيح الذي يرث، أبو الأب، والإخوة المراد بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم يحجبون بالجد بالإجماع، فإذا اجتمع الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد فهل يشاركونه في الإرث أو يحجبهم كما يحجبهم الأب؟ مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم على أقوال، لكنهم استعملوا القياس، يعني من شرك الإخوة مع الجد في الميراث استعمل القياس، ومن حرم الإخوة بالجد استعمل القياس. فالذي حجب الإخوة بالجد قاس الجد على الأب، ولهذا يسمى أبا، ملة أبيكم إبراهيم. وبما أن الأب يحجب الأخوة فكذلك يحجبهم الجد قياسا. ومن ورث الإخوة مع الجد قاسوا، كيف قاسوا؟ قالوا: كل منهما يدلي إلى الميت بعين ما أدلى به الآخر وهو الأب، فإن الجد إدلاؤه إلى الميت من جهة الأبوة، والإخوة ما كانوا إخوة إلا لأجل هذا الأب الذي بينهم، فالمدلى به واحد، فكيف يحرم أحد، فكيف يرث أحدهما ويحرم الآخر؟ فلا بد أن يرثوا معهم. والغرض من إيراد المسألة الاستدلال على أنهم قاسوا، ولم يعترض أحد على الآخر بأنك كيف تقيس والقياس ليس بحجة، ما قال هذا أحد، إنما خالفه من جهة الخلاف أصل المسألة لوجود أدلة أخرى في المسألة. قال: وقولهم في المشركة، هذا شاهد أيضا جديد على أن الصحابة أجمعوا على حجية القياس، وهو قولهم في المشركة. المشركة بفتح الراء المشددة وكسرها، والمقصود بها أن تموت المرأة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. عرضت هذه المسألة للفاروق رضي الله عنه أيام خلافته، فقضى للأم
بالسدس، وأعطى الزوج النصف، وأعطى الإخوة لأم الثلث لأنهم أصحاب فرض، والإخوة الأشقاء أصحاب تعصيب، فهم عصبة لا يأخذون إلا الباقي بعد أصحاب الفروض. فكم يبقى للإخوة الأشقاء؟ لا يبقى لهم شيء، لأن السدس مع النصف يساوي ثلثين، والإخوة لأم أخذ الثلث، فلم يبقى لهم من التركة شيء، فمضوا، قبلوا ومضوا. وبعد مدة حصلت نفس المسألة لأناس آخرين، فقضى فيها عمر رضي الله عنه أول الأمر بنفس قضيته في السابق، الأم السدس والزوج النصف والإخوة لأم الثلث، فلم يبقى للأشقاء شيء. فماذا قالوا؟ غضبوا الأشقاء، قالوا: هب أبانا حمارا أو حجرا ملقا في يم، أليست أمنا واحدة؟ طبعا قالوا هذه الكلمة مع أنها ما تليق في حق الأب، لكنهم قالوها من شدة الغضب، وحين الحرمان من المال يولد عند الإنسان غضبا. فيقولون: ورثت الإخوة لأم وحرمتنا، مع أن كل منا نشترك في الأم، فهب أبانا غير موجود وأننا إخوة لأم مثله، أليس تشاركنا معهم في الميراث؟ فاجتهد عمر رضي الله عنه وقضى بتشريكهم للإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الميراث، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على خلاف، طبعا على خلاف بينهم. فلهذا عبر هنا بقوله وقولهم، فنسب العمل بالقياس إلى الصحابة رضي الله عنهم، والقياس واضح، يعني قياس الإخوة الأشقاء على الإخوة الأم بجامع الإدلاء بالأم. قال: وقول أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي، يعني فاحتج الصديق رضي الله عنه بالرأي، أي بالاجتهاد، والقياس هو من جملة الاجتهاد. وذلك أن الكلالة الواردة في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، وفي الآية الأخيرة أيضا في نفس السورة: يستفتونك في الكلالة. فالكلالة يختلف فيها الناس، فمنهم بعضهم قال: الميت الذي لا توجد له أصول ولا فروع، وبعضهم قال: الميت الذي ليس له أولاد، وبعضهم قال: الكلالة ما عدا الوالد من القرابة، وقال بعضهم: الكلالة هم بنو العمومة الأباعد، يعني عدة أقوال. فلهذا اجتهد أبو بكر رضي الله عنه في تفسير الكلالة، فقال: أقول فيها برأيي: الكلالة من لا والد له ولا ولد، أو كما قال رضي الله عنه. قال: وعن ابن مسعود نحوه في قصة بروع بنت واشق. هذه القصة حصلت لابن مسعود رضي الله عنه حين كان في العراق يدرس الناس، فعرضت له قضية، وهي أن رجلا تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا، يعني المهر سوف يفرض لها لكنه ما سموه، ما قالوا 1000 أو 10,000، أو سكتوا عن تسميته. ثم مات الزوج قبل أن يدخل بامرأته، وابن مسعود رضي الله عنه ما استحضر الحديث الوارد في قصة بروع رضي الله عنها، يعني ما كان يعرف الحديث. والفقيه يجتهد إذا عدم النص، فاجتهد رضي الله عنه فقال: لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، أو كما قال رضي الله عنه: لها مهر نسائها، يعني مهر مثيلاتها قريباتها، كم يأخذن القريبات وأهل القبيلة، كم العادة تعطى المرأة فتعطى مثلها، لا وكس أي لا نقص، ولا شطط أي لا زيادة.
وكان من الحاضرين معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه، فقال: أشهد أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منا، قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت به. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه، فرح أنه وافق اجتهاده نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا شيء عظيم أنه يوفق، هذا تسديد من الله له أن يوافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قياس بمعناه العام، قاس هذه المرأة على مثيلاتها من قريباتها وبنات قبيلتها. قال: وحكم الصديق في التسوية بين الناس في العطاء ومفاضلة عمر بينهم رضي الله عنهم جميعا. يعني هذا شاهد أيضا على أن الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون عند عدم النص، ومن الاجتهاد القياس، وذلك أن الصديق رضي الله عنه ساوى بين الناس في العطاء من بيت المال، فلم يجعل تفاضلهم في الدين سببا للتفاضل في الدنيا، فقال: فضائلهم عند الله والدنيا متاع وبلاغ. يعني ما يستحق أن نجعل التفاضل في الدين سببا للتفاضل في الدنيا، أو كما قال رضي الله عنه: فلما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة فاضل بينهم، فأعطى أهل بدر 4000 درهم، وأعطى أهل أحد 3000، وأعطى من تقدمت هجرته أكثر ممن تأخرت هجرته، وهذا كله من الاجتهاد، فالاجتهاد سائغ، والفقيه يجب عليه أن يجتهد وأن يعمل بما وصل إليه اجتهاده، سواء وافق من هو أفضل منه وأعلم أو لا. ولهذا خالف الصحابة رضي الله عنهم بعضهم بعضا، لأن هذا هو المطلوب شرعا، العمل بالدليل، وافق غيري عليه أو لم يوافق، فهذا دأبهم رضي الله عنهم. قال: وعهد عمر إلى أبي موسى: اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك. هذا أيضا صورة أخرى جديدة تدل على إجماع الصحابة على القياس رضي الله عنهم، وهو عهد عمر إلى أبي موسى، أي أمره الذي وصاه به حين ولاه قضاء الكوفة والبصرة في سنة 21 للهجرة، فأرسل إليه كتابا جليل القدر اعتمده الفقهاء كلهم إلى يومنا. والشاهد منه هو قوله رضي الله عنه: اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك. اعرف الأشباه والأمثال، الشيء الذي له مثيل أو شبيه، فألحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، وهذا هو الذي يسمى بالقياس، هذا هو الذي يحصل في القياس. وهذا الكتاب كما قلنا، يعني بعضهم يقول أن في سنده ضعفا، لكن المعتمد فيه هو تلقي الأمة له بالقبول، فلم يزل الناس من قديم إلى يومنا يعملون به ويعتمدون عليه في الأحكام وفي الشهادة وفي القضاء وفي الفتوى. قال: وقول علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن. فهذا يدل على أنهم يجتهدون ويعملون بالاجتهاد، والقياس من جملة الاجتهاد. قول علي رضي الله عنه في أمهات الأولاد: أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها فحملت فولدت، فتسمى أم ولد، تبقى ملكا لسيدها في حياته وتصير حرة بعد موته. فاجتهد عمر واستشار علي رضي الله عنهما
في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ ما دام أنها ملك له، هل له أن يبيعها؟ وحينئذ تصير حرة بموت سيدها الجديد، أو أنه لا يملك بيعها فتبقى عنده وجوبا إلى أن تصير حرة بعد موته لو عاشت بعده. فاجتهدوا في هذا، فاجتمع رأي الصحابيين الجليلين عمر وعلي رضي الله عنهما، اجتمع رأيهما على أن أمهات الأولاد لا يبعن، لأن مصيرهن إلى الحرية، والحرة لا يجوز بيعها. فلما ولي الخلافة أعاد النظر بعد ذلك، يعني بعد هذه المدة الطويلة، نظر هو في الأدلة، ومعلوم أن المجتهد قد يعيد النظر في المسألة الاجتهادية، وما من فقيه إلا ويعيد النظر في المسائل التي قضى فيها. فأعاد النظر ورأى أنه يجوز بيع أمهات الأولاد ما دام أنها ملك له، وإذا كانت ملكا له جاز بيعها، وإن ذلك لا يغير من أصل الحكم، فإنها تصير حرة بموت آخر سيد يملكها، وحينئذ فلا إشكال. والغرض فقط هو أن يدل، أن تدل هذه الشواهد على أن الصحابة رضي الله عنهم أعملوا القياس خاصة والاجتهاد عامة في المسائل التي لا نص فيها من الشارع، وهذا هو المطلوب. فإنما يدل على حجية الاجتهاد عموما يدل على حجية أفراده، ومن أفراده القياس، وما دل على حجية القياس خاصة فأولى وأحرى أن يكون سندا لمن يحتج بالقياس. كيف؟ وهذا السند هو أقوى أدلة الشرع وهو الإجماع، فإن الإجماع أقوى الأدلة لأنه صريح لا يحتمل ولا يخصص ولا يقيد ولا ينسخ ولا ينسخ ولا يعارض. ولهذا قال المؤلف بعد هذه الشواهد: وغير ذلك إن لم تتواتر آحاده حصل بمجموعها العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي. يعني وغير ذلك من الشواهد الكثيرة التي وإن كانت كل قصة منها لم تبلغ حد التواتر، إلا أن مجموعها يبلغ التواتر، وهو ما يسمى بالتواتر المعنوي، وهو كالتواتر اللفظي حجة مثله. فلهذا قال: يدل على العلم الضروري، يدل على العلم اليقين الضروري الذي تضطر النفوس إلى التصديق به فلا تتردد. وهذا صحيح، فإنه مما يقطع به من دين الله أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا رضي الله عنهم وقضوا في مسائل كثيرة، ومن جملتها ما كان بالقياس. فلهذا قلنا في أول الكلام أن القياس دليل من الأدلة المتفق عليها، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.